بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي تلاميذ، أولياء التلاميذ. اليوم إن شاء الله مع حصة جديدة من دروس مستوى السنة الخامسة ابتدائي. اليوم إن شاء الله عفوا اليوم إن شاء الله نشوف صفحة جديدة من الكتاب أو صفحات حسب الوقت وحسب الظروف. إذا صفحة رقم 16 كما كنتم تشوفوا أن تكست لا غازيل، إذا عنوان النص لا غازيل الغزالة. كادو غارد لا غازيل، إل إي لا دوبو دوفون لو رويسو. كادو هذا اسم ولد، غارد لا غازيل يعني ينظر إلى الغزالة. إل إي لا دوبو دوفون لو رويسو، إنها هناك، elle est là، إنها هناك واقفة، debout، أمام النهر، devant le ruisseau، أمام النهر. إذن نترجم لكم الكلمات يعني، والغرض من ذلك باش تتعرفوا على المعنى نتاع الكلمات، وأيضا تكونوا مخزون لغوي يعني باش تغني وتغذيوا الفوكابولير تاعكم في اللغة الفرنسية. إذن عاودوا، elle est là debout devant le ruisseau. إنها هناك واقفة أمام النهر. superbe et vivante، رائعة وحيوية. superbe، رائعة، et vivante، حيوية. elle allonge lentement le cou et son petit museau. عفوا. إذن elle allonge lentement le cou et son petit museau. reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. إذن elle allonge lentement le cou. allonge يعني تمد ديدو. lentement ببطء le cou العنق. elle allonge lentement le cou يعني إنها تمد ديدو ببطء عنقها. et son petit museau. إذن museau واش معناتها كلمة museau؟ هي منطقة في الوجه تاع الحيوان، المنطقة اللي فيها الفم والأنف اللي جاية خارجة بارزة. إذن هذاك هو le museau. Alors, elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes fraîches. gouttes d'eau fraîche. يعني لماذا مددت العنق نتاعها والميزو هذاك المنطقة تاع الفم ولا الأنف؟ إذن غسوة يعني لكي تتلقى بعض القطرات المائية المنعشة. quelques gouttes d'eau fraîche. الماء المنعش. elle se mouille le museau. إذن تبللو هذاك لو موزو اللي شرحناه. le front يعني الجبهة. le poitrail. poitrail هي منطقة تقع بين العنق والصدر. إذن le poitrail et bientôt toutes les pattes. les pattes هما الأرجل تاعها. puis la bête regarde fixement Kadour. ثم la bête يعني الحيوان. الحيوان هذه اللي نحكيو عليها regarde fixement يعني تنظر مثبتة النظر نتاعها على هذا قدور. elle commence à s'agiter شغل بدأت تتحرك يعني ses pattes tremblent الأرجل تاعها بداو tremble يعني تهتز يعني ترتجف. elle frissonne أيضا يعني شغل نقولوا واحد الفريسون لما يكون خائف مثلا وشعره يوقف إذا نقولوا il frissonne شغل يخاف. enfin il caresse la gazelle وأخيرا بدأ يلمس la gazelle بهدوء يعني بلطافة. elle n'a plus peur de lui وبالتالي يعني ما عادش تخاف منه. المبدأ حست بلي إنسان ما راحش يأذيها هذا الإنسان، وإنما فقط يريد أن يقترب منها ويتأملها. elle est encore toute mouillée. إذن هي دائما راهي مبللة. c'est une bête fragile. إنها حيوان. la bête هي الحيوان أو الدابة. fragile يعني رهيفة. نشوفو لي كيستيون. لي لو تيكست بوي اكري لا فراز كي كوريسبون ا ليماج. اكتب اقرا النص ثم اكتب الجمله التي تناسب الصوره. اذا او لا غازيل تيل دوبو، اين الغزاله راهي واقفه. عطاوك هنايا جملتين تختار اللي توالم الصوره. الاولى لا غازيل اي دوبو دوفون لو بويسون، الغزاله راهي واقفه امام بويسون هنا الحشيش يعني. أو الجملة الثانية لا غازيل اي دوبو دوفون لو رويسو، أو الغزالة راهي واقفة قدام النهر. رويسو يعني النهر.
إذا عندك جملتين، اسكو الأولى صحيحة أم الثانية؟ الأولى يقول لك لا غازيل إي دوبو دوفون لو بويسون، يعني أمام أحشاب العشب الحشيش، أو الثانية لا غازيل إي دوبو دوفون لو رويسو، رويسو كما قلنا يعني ممر ساقية أو جدول أو مجرى تاع الماء. إذا الجملة الصحيحة هي الجملة الثانية. سؤال ثاني، غولي لو تيكست بي ركوبي لا بون ريبونس، إذا أعد قراءة النص ثم أنقل الإجابة الصحيحة. سؤال هو كومون إي لا غازيل، كيف هي الغزالة؟ إذا الأولى راهي ملونة بالأصفر، سوربرونونت إي فيف، أو الثانية سوبرب إي فيفونت. هنا لما تقرا النص قالك غولي لو تيكست، لما تقرا النص وين هي الجملة التي توالم هذا السؤال؟ إذا لما ترجع للنص، إذن هنا في السطر الأول elle est là debout devant le ruisseau superbe et vivante. Superbe et vivante. إذن هو الجواب الصحيح superbe et vivante. سؤال ثالث avec ta ou ton camarade، مع صديقك ولا صديقتك، زميلك ولا زميلتك، trouve les mots du texte qui correspondent aux images. يعني قال لك استخرج من النص أو أوجد من النص الكلمات التي تناسب هذا الصور. إذن الصورة الأولى مثلا هذه، ماذا تمثل؟ إذن هذه تمثل الجبهة، الجبهة الفرنسية يعني لو فرون. إذن ها هي لا لو فرون. الصورة الثانية هذه ماذا تمثل؟ تمثل إذن لي بات، هذه الكلمة. الصورة الثالثة هذه المنطقة اللي نشوفوا فيها بين الصدر والعنق ماذا تمثل أو كيف تسمى؟ تسمى لو بواتراي. إذن جاي من كلمة بواترين، ما بين بواترين اللي هو الصدر والعنق. أما هذا الصورة الثالثة، هذا هو اللي كنا نقصده فيه قبيلة، شوفوا المنطقة هذه من الوجه التي تمثل الأنف والفم وتجي خارجة في الحيوان، تجي بارزة يعني، هي اللي نقول لها لو ميزو. هذا فيما يخص الصور. سؤال الرابع، بوركوا لا بيت روغاردو تال كادور فيكسومون كو في تال، لماذا لا بيت يعني توجور الحيوان، هي كلمة مرادفة للحيوان، لماذا تنظر إلى قدور يعني مثبتة النظر تاعها يعني فيكسومون، وماذا تفعل؟ إذن لماذا يا ترى، لماذا لا بيت روغارد فيكسومون لو كادور؟ لأنها تو سامبلومون خائفة، إلا بور. الحيوان بصفة عامة يخاف من لي زيترونجي كيما نقولو حنا، من الناس الأجانب عليها ولا أي حاجة أو حيوان أجنبي عليها، إذا تخاف وتكون حذرة، تكون حذرة منه ويعني على أهبة الاستعداد. كوفيتال ماذا تفعل؟ إذا هذا تلقاوه في النص. إذا نشوفو هنا في الفقرة الثانية، لا بيت روغارد فيكسومون قدور. elle commence à s'agiter. إذا قال لك كيف فيتال ماذا تعمل؟ إذن elle commence à s'agiter، هذا الجواب الأول. ses pattes tremblent، الأرجل تاعها راهم يرتجفون. elle frissonne، وهي ترتعش. elle frissonne. إذا كاسك elle fait elle commence à s'agiter ses pattes tremblent elle frissonne. إذا هذا هو الجواب على هذا السؤال. سؤال خامس، كي كاغيس لا غازيل، من الذي يلامس الغزالة؟ إذا شكون هو قدور؟ إذا نشوفو enfin il caresse la gazelle. il la gazelle il هنا هي ضمير، ضمير شخصي، لو برونون بيرسونيل، يعود على من؟ يعود على كادور. سؤال السادس، سؤال choisis la bonne réponse. le texte raconte l'histoire de la gazelle a ou bien B. Le texte décrit la gazelle. إذن A. Le texte raconte l'histoire de la gazelle. هل هو يحكي حكاية الغزالة؟ أم في B. Le texte décrit. décrit يعني يصف. أم إنه يصف الغزالة. إذن في le texte باش يحكي على الحكاية تاع الغزال، هو راه يوصف كما نقول كما شفتوا، يوصف الجبهة نتاعها في المنطقة اللي بين الصدر والعنق اللي هي البواتراي، لو ميزو، لي بات. إذا هنا راه يوصف فيها، نقولوا لو تيكست ديكري لا غازيل. سؤال سابع، غولي لو تيكست بوي اون دو فراز، بريزونت لا غازيل ا تي كاماراد، تو بو فير ان ديسان. إذا اقرأ النص ثم في جملتين قدم هنايا معناتها
قم بوصف أو إعطاء معلومات على الغزالة لزميلك أو زملائك. Tu peux faire un dessin وأيضا تستطيع أن تقوم برسم. إذا هذا فيما يخص الصفحة هذه. بالنسبة للتعبير نخليه لكم تقوموا بمجهود تقوموا به، والحصة القادمة إن شاء الله نديروا الحل تاع هذه الصفحة. إذا هذا فيما يخص الصفحة رقم 15 عفوا وليس 16، إذا الصفحة رقم 15. إذا وبالتالي نقل لكم نلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فيما يخص التعبير طلب منك أنك تقدم الغزالة في سطرين لزملائك أو زميلك. إذا هنايا يعني رايحين تعتمدوا على ما على الكلمات أو العبارات أو المصطلحات اللي جات في النص، وتحاولوا تعطوا يعني تعبير بسيط على حسب الفهم نتاعكم. إذا مثلا قولوا لا غازيل اي سوبرب اي فيفونت، هذه راهي في الكاينه في النص، يعني هي رائعه وحيويه. الا ان بوتي موزو، إذا فهمنا وشرحنا واش معناتها لو موزو، راها ايضا محطوطه في النص معلومه. سي ان بوتي الا ان بوتي موزو. ال بوالو اي سوموي، تشرب الماء وتبلل يعني جسدها. إذا هذه ثاني كاينه البوالو اي سوموي. لا غازيل سو ميفي دي انكونو، يعني الغزاله تتخوف من يعني الغرباء، الناس الغرباء او حتى الحيوانات الغريبه عليها. اذا هي حذره، سو ميفي يعني تحتذر من الغرباء. اذا بهذا نكون كملنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.